أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حافظه الله لترأس وفد مملكة البحرين اليوم في أعمال قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية التي عقدت مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وذلك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ولأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية على الدور الحيوي والمؤثر للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيرا إلى ما تقوم به من جهود كبيرة لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والذي هو محل تقدير من الجميع. وأكد سموه حفظه الله أن مملكة البحرين تدعم مختلف الجهود الإقليمية والدولية التي تسهم في الدفع بوتيرة التنمية وترسخ الأمن والأمان في المنطقة والعالم. ونوه سموه بما وصلت إليه مستويات العلاقات العربية الصينية الاستراتيجية من تطور مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز العمل والتنسيق المشترك والدفع به إلى آفاق أرحب والبناء على ما تحقق من إنجازات بما يحقق الأهداف المشتركة في مختلف المجالات. وأعرب سموه عن تطلعه بأن تكون مخرجات قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بناءة نحو تعزيز الشراكات الاستراتيجية ومحققة للتطلعات المنشودة لحاضر أفضل للجميع ومستقبل أكثر تقدما ونماء للمنطقة والعالم.